أنا للمصاعب جاهز حتى لو كانت متعبة. ها 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 أنا الأقوى دايما أكسب وأنا أتحداكم ما أتعب ورونا قوتكم هيا. طيب يا جماعة الخير، زي ما أنتم عارفين هذه جولة جديدة استحدثناها في البرنامج. الجولة كالتالي، هيتصل متصل حنقول السؤال مع أميرة، اتصال مع أميرة واتصال مع نورة. السؤال هذا فيه إجابتين، إجابة حتقولها نورة أو أميرة وإجابة حيقولها متصل. كانت الإجابتين صحيحة أميرة حتاخذ نقطتين، كانت الإجابة صحيحة وإجابة خاطئة تاخذ نقطة، وهكذا. السؤال الأول حيكون لأميرة. خولة، أنت معانا يا خولة؟ خولة، ألو يا خولة، السلام عليكم يا خولة. أيوة السلام عليكم. كيف حالك؟ طيبة؟ أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاهزة؟ أيوة. أنا حسأل السؤال لأميرة، أميرة حتجاوب إجابة وإنت حتجاوب إجابة، أوكي؟ واضحة؟ طيب السؤال يقول يا أميرة، من الدول التي عملتها الريال؟ السعودية، الإمارات، مصر، عمان. أعطيني إجابة، ترى معاك 20 ثانية. قالت أميرة السعودية. قالت أميرة السعودية، علي صوتك. الإجابة الثانية عند خولة إيش هي؟ عمان. عمان، وراحت النقطتين لأميرة السويدان. شكرا لك يا خولة. ويقولوا ما أقوى حضورة جمهوري، هيا ساعدوني وبتويت. طيب السؤال الثاني حيكون مع نورة. جاهزة يا نورة؟ جاهزة. جنان، السلام عليكم يا جنان. وعليكم السلام، كيف حالك؟ طيبة الحمد لله. جاهزة؟ أيوة. أنت حتكوني مع نورة، تمام؟ تمام. السؤال يقول، من مراحل النوم، الدجى، النعاس، الغفوة، الأرق. أقول النعاس. قالت نورة النعاس. الخيارات الدجى والغفوة والأرق. هيا جنان، من مراحل النوم. الغفوة. الغفوة. إذن النقطتين راحت لنورة. شكرا يا جنان. حتى لو كانت الله تبارك الله. تشكري جنان؟ إيه قلت شكرا لك يا جنان. شكرا مرة لك يا جنان. ما شاء الله تبارك الله، متصلين مصحصحين معانا. السؤال الثالث مين معانا؟ برضو جنان، ما شاء الله تبارك الله. هذه جنان واحدة ثانية، ما تحس بنفسها. السلام عليكم. جاهزة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا جنان؟ الحمد لله بخير. جاهزة؟ جاهزة. أنت مع أميرة ها؟ شدي حالك يا جنان. طيب يقول السؤال، استخرج منها المسك والعنبر، الجمل، الحوت، الطاووس، الغزال. الغزال. الغزال، جاوب صوت عالي. الغزال. الغزال أميرة. طيب يا جنان، الجمل أم الحوت أو الطاووس؟ الحوت. الحوت، متأكدة؟ إن شاء الله. ترى باقي ثواني. الحوت. 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 للأسف الشديد إن الإجابتين صحيحة وراحت النقطتين يا أمير، مالك ركز معنا صوت وصورة، حرك مخك. يعني كذا إيش كنت حتجاوبي لو كانت السؤال، لو كان السؤال لك؟ أنا بقول جمل. الجمل؟ إزاي؟ أنا بقول كويس إنك قلتي الغزال. أحسيت إن الحوت. السؤال الرابع لنورة، من معانا؟ منيرة. ما ذكرت. عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا منيرة؟ الحمد لله. انت حتكوني مع نورة، جاهزة؟ ايه. طيب يقول السؤال، هو ووالده كانا من الأنبياء، يعني هو وأبوه. عرفتهم الاثنين. يوسف، يونس عليه السلام، عيسى عليه السلام، يعقوب عليه السلام. جاوبي يا نورة. يعقوب. يعقوب. نورة قالت يعقوب عليه السلام. يعقوب. منيرة، يوسف عليه السلام، يونس عليه السلام، عيسى عليه السلام. بسرعة. يوسف. يوسف. صح 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 صح. ليه فرحانة يا نورة؟ فرحانة. يمكن غلط. لا. كيف لا؟ أنا أقرأ قصص الأنبياء وبكثرة. ترى ما شاء الله. دامك جريتي ما أقرأ. قولي خطأ. إجابة صحيحة. وبإذن المولى رح نربح. تقدرون اللي هو داوود و شو اسمه؟
داود ومين؟ داود وش اسمه؟ اللي يكلم الحيوانات سليمان. سليمان سليمان عليه السلام. نعم فكرت ما شاء الله تبارك الله. لا واضح انه ما شاء الله نورة. الى الان يا جماعة يا نورة واميرة الجمهور ماشي معاكم تمام، لكن حنشوف تمام. هذا السؤال الاخير ولا لسه؟ اتوقع طيب باقي سؤال الامير وسؤال نورة، حنشوف حيكملوا معاكم صح ولا لا. اروى السلام عليكم. اروى اروى موجودة ولا رحتي؟ ولا تاكلي ولا تمشي شعرك ولا تغيري شباصة؟ اهلا السلام عليكم. ايه موجودة. كيف حالك يا اروى؟ الحمد لله. انت من وين تكلمينا؟ من القصيم. ما شاء الله تبارك تحية. الله تحية تحية اعطوها تحية عشان والله. السؤال يقول اروى خليها ختامها مسك كفاية. من قارات العالم روسيا آسيا أوروبا المكسيك. آسيا. أميرة قالت آسيا. آسيا. تفضلي. روسيا أوروبا المكسيك أعطيني إجابة. السؤال. السؤال من قارات العالم روسيا أوروبا المكسيك. أوروبا. أوروبا ترى لحقت نفسها باقي 10 ثواني. اسمعي. طب روسيا فين راحت؟ أميرة روسيا ما هي من قارات العالم؟ كيف لا؟ روسيا مو قارات العالم. كيف لا؟ أوروبا. أنت عندك معلومة ولا قلتي لا بس كذا من راسك؟ لا عندي. إيش المعلومة اللي عندك؟ لأنها 3 قارات. أيوة 3 قارات ما شاء الله العالم صار 3 قارات بس. ما شاء الله. ما شاء الله. راحت النقطتين لأميرة السعودية. هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أستراليا. القطب الجنوبي والقطب الشمالي أمريكا وأفريقيا. وأفريقيا نعم. بس عارف أمريكا وآسيا وأوروبا. السؤال الأخير مع نورة. مين معانا؟ يا مالك. هلا والله. كيف حالك يا مالك؟ الحمد لله. أنت إن شاء الله إذا جاوبت إجابة صحيحة فحتكون مع أميرة مع نورة تمام؟ تمام. فركز لأنه هذا آخر سؤال نبغى ختامها مسك. عدد الحروف أو عدد حروف لغتها 26 حرف تمام؟ هي اللغة العربية الإنجليزية الصينية الفرنسية. تفضلي يا نورة. أنا مش بعرف وش لغة من اللغات عدد حروفها 26 حرف. 26 حرف. الإنجليزية. الإنجليزية قالها الروسية. مالك الروسية. ما في روسية، عربية صينية فرنسية. هو قال فرنسية إنجليزية. فرنسية لخبط. ليه؟ ها. مالك قال الإنجليزية وأنت يا نورة أقول الفرنسية. متأكدة ولا بتغيري؟ متأكدة. أكيد إن شاء الله. طب من فين جت الروسية؟ الفرنسية. الفرنسية. أنت تعرفيها ما شاء الله؟ إيش؟ تعرفيها؟ أنا أعرف اللغة. يلا قولي لي حرف حرفين ثلاثة. لا بس نعرف الحروف يعني. كلها مضمضة كلها مضمضة. أي الإنجليزية والفرنسية والإجابة صحيحة وراح. عشان اللغة العربية 27 حرف واللغة الصينية فوق الألف. اللغة الصينية فوق الألف. أي كان اللغة العربية 26 سبعة ولا 27 حرف. ما شاء الله تبارك الله. طيب كان هذا آخر سؤال في تحدي نص ونص والنتيجة كم تتوقعوا يا جماعة؟ كم تتوقع يا نورة؟ مدري عاد والله. ها أميرة؟ 9 ولا 10 ولا 10 8 ولا اتوقع 6 7 8 9 10 11 11 11 11. ها يا جماعه كم النتيجه؟ نشوف النتيجه معاكم على الشاشه. كم نوره وامير؟ 11 11 11 11.